كوريا تمثل بالنسبة لنا نحن العرب والمغاربة على الخصوص مثالا يحتذى. أذكر أنني أجريت استطلاعا للرأي في منذ حوالي 15 سنة، كان هناك سؤال: ما هو البلد الذي تعتبره قدوة في التنمية الاقتصادية؟ ف الترتيب كان كالآتي: أولا ألمانيا، ثانيا اليابان، ثالثا كوريا الجنوبية بطبيعة الحال، ورابعا إسبانيا، وخامسا فرنسا. معنى هذا أن المغاربة يستحضرون جيدا الأشواط التي قطعتها كوريا في مضمار التقدم من خلال السعي الذاتي بأدوات ضرورية للحاق بركب المتقدمين. المعطى الثاني الذي يمكن أن أذكره في هذا المجال هو أن بول كينيدي حينما ألف كتابه عن ضرورة الاستعداد للقرن 21 أورد كوريا الجنوبية كمثال للتقدم. وكيف ذلك؟ قال إن كوريا في الستينيات كانت في مثل الحالة التي فيها غانا إدك، ولكن انظروا كيف وصلت كوريا وكيف بقيت غانا. المقصود من هذا هو أن التجربة الفذة التي بناها الشعب الكوري خلفت هذه الأصداء الحميدة وجعلت لكوريا مركزا بارزا في أذهان المثقفين والرأي العام بصفة عامة في المغرب وفي العالم العربي.